السلام عليكم. أعلن أكثر من مصدر سعودي عن تقديم المملكة لما يربو عن 8 مليارات دولار دعماً لليمنيين خلال عامين. فقد صرح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن المملكة قدمت منذ شهر مايو 2015 إلى هذا اليوم أكثر من 8 مليارات و500 مليون دولار، وما زالت تقدم الكثير. قد سبق لحساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر أن تحدث عن هذه الأرقام وإن بتفصيل أكثر حول حصة اليمنيين منها. السؤال هنا، أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لم تحدث فارقا في حياة اليمنيين المنهكة بالحرب والجوع؟ خصوصا إذا ما أضفنا إليها بقية أموال المساعدات الأممية والعربية التي يعلن عنها. واقع السؤال يأتي من الحاجة المتفاقمة والتوزيع غير العادل. فهذه الأموال كما يبدو لم تثمر إلا قليلاً في تلافي المجاعة الخطيرة التي تضرب اليمن بسبب الانقلاب. وفي الوقت نفسه يعاني موظفو الدولة من انعدام الرواتب وغياب الرعاية الصحية وانعدام مياه الشرب والغذاء. إذن مشاهدينا، حول هذا الموضوع ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. سيكون معي فيها المنسق العام للجنة العليا للإغاثة من عدن جمال بالفقيه. إذن نبدأ مشاهدينا الكرام النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. أين ذهبت أموال المساعدات إلى اليمن؟ تقول الأرقام المعلن عنها بحسب تصريحات سعودية رسمية أن ما أنفقته المملكة على اليمنيين يتجاوز 8 مليار دولار. أرقام كبيرة، ومع ذلك ما يزال الجوع حاضراً وتداعيات المخاطر الصحية والغذائية تضرب في أوساط اليمنيين. فأين ذهبت تلك الأموال؟ تأتي الإجابة من وزارة الخارجية السعودية نفسها عبر موقعها في تويتر، حيث ذكرت مصير تلك الأموال المعلن عنها بالتفصيل. يشير الإنفوغراف أن 847,000 دولار، أي ما يعادل 10% من المبلغ المعلن عنه رسمياً، ذهب على هيئة مساعدات إنسانية وإغاثية عبر مركز سلمان للإغاثة، فيما ذهبت 90% إلى يمنيين داخل السعودية وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى بند مساعدات التنمية المخصصة لليمن. جاء نصيب اليمنيين في السعودية أكثر من 1,100,000,000 دولار، فيما تم تخصيص أقل من 3 مليار كمساعدات تنموية لليمن. وجاء نصيب الحكومة الشرعية حوالي 2,270,000,000 دولار، أي ما يساوي 3 أضعاف حصة اليمنيين من المساعدات، وتلك إذن قسمة ضيزى. أموال مهدرة، والنزر اليسير هو ما يصل للشريحة الأوسع من اليمنيين ومن يعيش في مواجهة يومية مع الحرب والجوع، ناهيك عما أشيع من حديث حول الفساد ونهب المساعدات الإنسانية والإتجار بها. فالمواطن الذي تحيط به دوائر الجوع والأوبئة ونقص الأدوية وممكنات العيش لا يشعر بهذه الأموال التي تهدر في غير موضعها. وما وصل إلى الميليشيا الانقلابية تلقفته بالنهب والمصادرة لتضيع بين هذا وذاك حصة اليمنيين في الحصول على أسباب العيش وفرص الحياة. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عدن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقيه. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا، تفضل. حياكم الله أستاذ جمال. إذن في البداية، كما يعني سمعنا، صرح المشرف مركز الملك سلمان على أن اليمن تلقت دعم سعودي بما قيمته 8 مليارات دولار، تقريبا من هذا المبلغ خصص 10% منه للإغاثة والمساعدات الإنسانية. ما هي المجالات التي استفاد اليمنيون منها في هذا الدعم؟ طبعا مساء الخير وإن شاء الله. طيب، بالنسبة للمساعدات الموجودة اللي تأتي لها هي عبر منظمات الدولية أو عبر شركاء موجودين في محلية داخل اليمن. نحن كحكومة، كفي اللجنة العليا للإغاثة، دائما نتكلم ودائما نتحدث عن ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة لفتح قنوات لهم في أماكن الاحتجاج، الاحتياجات الموجودة، ومن الجهات ومن الأشخاص المستهدفين والفئات المستهدفة. يعني دائما هي عدم التنسيق بشكل مباشر من المنظمات الدوليه او من شركاء مباشره مع اللجنه العليا للاغاثه لتنظيم عمل الاغاثي، هنا يوجد الخلل.
نحن كشركاء أساسيين يجب أن يكون لنا دور كبير في عملية التنسيق والإشراف. نحن لا عندنا مخازن ولا عندنا حسابات لكي نفتحها أن توصل إلينا. نحن فقط حتى أن وصلت مساعدات للجنة العليا للإغاثة نسلمها عن طريق لجان المحافظات التي هي المسؤولة مباشرة في المحافظات، وطلبنا من تشكيل لجان خاصة لتوزيع هذه الإغاثات بالطرق اللي هي حسب ارتفاعهم رفعهم لنا المناطق التي تستهدف وتحتاج هذه الإغاثة. توجد مؤسسات كبيرة، العدد المؤسسة كبير، والعدد والإغاثات هي مهما كان كثرت فهي قليلة يعني بحجم الكارثة اللي حصلت لليمن بشكل كبير. عندما نتكلم عن المنظمات الدولية وجود فروعها أو وجود مكاتبها الرئيسية في صنعاء تسبب لنا إشكالية كبيرة، لأن وجودها في صنعاء لا توصل كثير من المحافظات الإغاثة الحقيقية اللي استهدفت، وإن استهدفت محافظات معينة نحن لا نعلم بها. ودائما نحن نطالب المنظمات الدولية أن تنقل مكاتبها لداخل العاصمة الاقتصادية عدن لكي ننسق معها نرتب لها موضوع الإغاثة. كذلك في كثير من المناطق الموجودة توصل إلينا دائما نداءات استغاثة، نداءات احتياجات كبيرة، فلم تصل إلى فلم نجد من يقوم بهذا العمل لسبب أن نحن عبارة عن لجنة فنية ولم نحاول قدر المستطاع لن نتدخل في شؤونهم، لأن نحن لا نريد نمنع أي إغاثة توصل لأي مواطن. طيب يعني أستاذ جمال حتى نفهم أكثر، المبالغ التي يعلن على أنها تورد أو تخصص لمساعدات كمساعدات لليمنيين، هل أنتم تشرفون عليها، تتابعونها وتوثقونها، أم أنتم من تهتمون بإيصالها لهؤلاء المستحقين؟ لا، هم طبعا تسلم للمنظمات المتحدة وهي تقوم بعملية إيصالها. نحن نحاول نلح عليهم أن ينسقوا معنا، لكن هم لحد الآن كثير من أماكن نحن من يريد ينسق معنا فنسق معهم. فإذا في كثير من المنظمات هي عندها منظمات مفرخة من قبلهم وهي منظمات صغيرة هي تتعامل معها مباشرة. نحن كذلك في اللجنة العليا للإغاثة شكلنا لجان محافظات لكي تراقب هذه العملية ولا تسمح بعملية توزيع أي إغاثة إلا تحت إشراف المحافظ اللي هو رئيس اللجنة الفرعية في الإغاثة. لكن اللي يحصل هو بسبب الكارثة الموجودة نحن لا نريد أن نتحكم فيهم، نخاف أن تنعدم الإغاثة البسيطة اللي توصل للمواطنين نمنع عليها، ولهذا نحن دائما نتكلم معهم بشفافية كاملة أن تكون الإغاثة بشكل واضح. نحن تقريبا اجتمعنا في الفترات الماضية مع كثير من رؤساء المنظمات الدولية، وعدوهم أن يكون في 2018 أن تتم الاستجابة من خلال اللجنة العليا للإغاثة ومن خلال وحدة معلومات مشتركة ومن خلال كذلك وضع استمارات خاصة لوضع الإغاثة الموجودة لكل منظمة تحاول أنها ترفع إلينا الجهات المستهدفة وكذلك المناطق المستهدفة السابقة والماضية خلال 3 شهور القادمة. إذا تمت العملية بشكل عام نحن نقدر نقول بدأنا الخطوات الأساسية، وبالرغم أنها متأخرة جدا والمجاعة والمواطنين دائما الحروب تفتك بناس كثير من الأموات، سواء كان في الكوليرا سواء كان في يموتوا يعني يموتوا جوعا. وكذلك احنا بنلاحظ نحن اكثر المجاعه الموجوده في المناطق اللي هي مسيطرت عليها الحوثيين، وهذا الشيء نحن نعيب على الامم المتحده التي هي موجوده والتقارير اللي ترفعها باستمرار، فكيف لا تعلم بوجود هذه المجاعات في هذه المناطق وتتدخل بشكل سريع. فنحن في المناطق المحرره نحاول عن طريق مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي اللي هو دائما يستجيب الينا بشكل سريع، وجربناه في اكثر من محفل فوجدناهم اول المتقدمين في اغاثه اي منطقه حررت بسرعه وتتنقل فيها لبنائها لبناء البنيه التحتيه فيها. طيب استاذ جمال، دعنا نشرك معنا في الحوار وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر من الرياض الذي ينضم الينا الان عبر الهاتف. اذا اهلا بك معالي الوزير. يا مرحبا أخي العزيز، حيا وسهلا. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا معالي الوزير، كان بالأمس كان لكم اجتماع مع مشرف مركز الملك سلمان، ما هي بداية مخرجات تلك الاجتماع؟ في الحقيقة أخي العزيز تم إطلاعنا من قبل المشرف العام على مركز الملك سلمان والعاملين فيه على
حجم الدعم والإغاثة التي تقدم للشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا في ظل هذا يعني الانقلاب الذي دمر كثير من مقدرات الدولة، سيطروا على مؤسسات الدولة حتى جعلتها عاجزة عن قيام بواجباتها تجاه الناس. فتم الاتفاق على تعزيز هذا الجهد ودعمه يعني وتسويقه حتى دوليا، حتى يعرف العالم مدى جهود الأشقاء في دعم الشعب اليمني. أيضا من ناحية وزارة حقوق الإنسان والمركز تم الاتفاق على بعض المشاريع فيما يتعلق بتجنيد الأطفال والتوعية بخطر الألغام وغيرها من المشاريع التي ممكن أن تبنى وتفعل على أرض الميدان في مختلف المناطق المحررة في اليمن إن شاء الله. طيب دكتور، عندما نتحدث عن مساعدات من قبل مركز الملك سلمان لليمن، هل هذه الأمور تتم عن طريق وزارة حقوق الإنسان أم عن طريق اللجنة العليا للإغاثة أم عن طريق منظمة الأمم المتحدة أم كيف؟ ما هي الآلية؟ الأداة الأساسية للحكومة في التعامل مع مركز الملك سلمان هي اللجنة العليا للإغاثة فيما يتعلق بالإغاثة. ومركز الملك سلمان يقدم هذه الإغاثة عن طريق منظمة شريكة له محلية ودولية. هذا بالنسبة للإغاثة. أما بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان، نحن لا يعني يوم أمس بدأنا نفتح صفحة جديدة فيما يتعلق بالأعمال الإنسانية الأخرى خارج إطار الإغاثة التي ممكن أن يساهم فيها المركز بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان، كما أسلفت في عملية إعادة تأهيل الأطفال المجندين، عملية توعية بمخاطر الألغام، عملية تأهيل المرأة والطفل باعتبار أنهم أحد ضحايا هذه الحرب والمتأثرين من آثارها. فكثير من المواضيع المشتركة خارج سياق الإغاثة بالإمكان أن نبني يعني أعمال مشتركة وتعاون مشترك خلاق بين الوزارة وبين مركز الملك سلمان. طيب اليوم معالي الوزير، كان هناك الكثير من رؤساء المنظمات الأممية، رئيس منظمة الصليب الأحمر كان في عدن في تعز، هل هناك من بادرة للانفراج إنساني قريب يلمسه المواطن المتضرر؟ تعلمون أخي العزيز أنه في إبريل الماضي كان هناك مؤتمرا دوليا لحشد دعم للإغاثة في اليمن، ترعاه الأمم المتحدة بدعوة من حكومتي سويسرا والسويد. وقد حصل هذا المؤتمر على أكثر من مليار دولار تقريبا لتمويل هذه الحملة. ونزلت رؤساء المنظمات والوكالات الدولية المعنية، الصليب الأحمر واليونيسف وغيرها من المنظمات، والتقى بهم اليوم دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر، وقدم رؤية الحكومة لكيفية تنفيذ المشاريع وإغاثة الشعب اليمني سواء في موضوع الغذاء أو في موضوع الدواء. كذلك أيضا لا ننسى دور الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي الذي كان لهم دورا مكملا لمركز الملك سلمان في الإغاثة وفي إعادة تأهيل كثير من البنى التحتية. المشكلة هنا لدينا الآن مأساة أو وباء الكوليرا الذي استفحل وانتشر في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، والسبب بشكل أساسي ومختصر هو سيطرتها على مقدرات الدولة هذه الميليشيات وعلى الوسائل والآليات التي كانت هي وزارة الصحة الكفيلة بالقضاء على هذا المرض. لكن الميليشيات سيطرتها على هذه الآليات وتحويلها للمجهود الحربي هو الذي أعاق عملية حصر هذا المرض وساعد على تكاثره وانتشاره. طيب يعني عندما يتحدث مشرفون على مركز الملك سلمان على أن اليمن تلقت دعم سعودي بما قيمته 8 مليارات دولار تقريبا، ولم يخصص منه للمساعدات الإنسانية والإغاثة سوى 10% تقريبا بحسب الأرقام المعلنة من جهات رسمية سعودية، بقية الأموال، هذه الأموال أين تذهب؟ هل وصلت إلى المتضررين اليمنيين بحسب يعني ما تطلعون عليه؟ أنا لم أفهم السؤال بشكل صحيح، معذرة، ممكن هل من إعادة؟ نعم، في البدء يعني كان مشرف مركز الملك سلمان تحدث على أن اليمن تلقت إجمالي دعم من السعودية بما قيمته أكثر من 8 مليارات دولار، 10% فقط من هذا المبلغ
كان كما أعلن قد خصص للإغاثة والأعمال الإنسانية، هل ذهب هذا المبلغ للمتضررين بالفعل بحسب اطلاعكم؟ لا أعتقد هناك يعني خطأ في مسألة الأرقام. أعتقد أنه نسبة كبيرة من التمويل الذي لدى مركز الملك سلمان بحسب ما تشير إحصائياته ويقدم الخدمات الإغاثة في كثير من القارات والبلدان، تقريبا تحتل اليمن هي النصيب الأسد من هذه الإغاثة بشكل عام. فكذلك مركز الملك سلمان يقدم الإغاثة لليمن عن طريق المنظمات المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، مثل برنامج الغذاء العالمي. لا ننسى أيضا المكرمة الكريمة من سمو الأمير محمد بن سلمان الذي قدم حوالي 66.7 مليون دولار خصيصا لمكافحة انتشار وباء الكوليرا. وبالتالي المركز بيقدم يعني أعمال جليلة وكبيرة جدا بالتعاون كما أشرت مع الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي وكذلك الهلال الأحمر السوداني وباقي دول الحلفاء. الصراحة يعني لم يقصروا ويقدموا كثير من الدعم الصحي والإغاثي والإنساني لليمن بشكل مستمر حتى الآن. إذن أشكرك دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وبالعودة مشاهدينا الكرام إلى المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقي. أستاذ جمال، إذن هذه الأرقام المعلن عنها من قبل مركز الملك سلمان، وأيضا ما نراه نحن من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الأرض، يعني مشاهدة الواقعية لمعاناة الناس في اليمن، هل يمكن الحديث على أن ملف الإغاثة تتم الإدارة فيه بشكل جيد كمشرفين أنتم كجهة حكومية عليا مختصة بهذا الموضوع؟ كيف تقيمون أداء المنظمات في ملف الإغاثة بداخل اليمن؟ أولا التحية لمعالي الوزير محمد عسكر من خلالكم. عندما نتحدث نحن عن الإغاثة الموجودة عن طريق الملك سلمان، هي سلمت أكثر المبالغ سلمت البرنامج الغذاء العالمي في 2015 مع بداية الحرب حوالي 273 مليون دولار، إلى جانب في 2016 سلمت لهم حوالي 123 مليون دولار. كذلك سلمت عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي مبالغ في حدود 10 مليون درهم في للتحيتة على ما أذكر في هذه الفترة. كذلك سلمت حوالي من عن طريق البرنامج حوالي 130 ألف سلة غذاء. لكن الأمم المتحدة هي دائما بتشتغل في الفترة الماضية وحيدة دون التنسيق لا عن اللجنة ولا للإغاثة، وهي لها شركائها الخاصين تتعامل معهم. وزي ما كلمتك في الفترة القادمة نحن نحاول قدر المستطاع نحن نفتح للمنظمات القنوات الحقيقية لإيصال الإغاثة. معالي الوزير رئيس اللجنة العليا للإغاثة بيقدم في كل آخر كل شهر بيعمل اجتماعات مع مركز الملك سلمان ومكتب التنسيق الخليجي في الرياض، ويقدم لهم ما هي تحتاجه المناطق اللي أشد احتياجا، وهم من خلال هذا الاحتياج فتحاول انها تبلغ اما عن طريق شركائها المحليين او عن طريق المنظمات الدوليه توزع الاغاثات الموجوده. نحن فقط نحاول قدر المستطاع نحن اذا نسق معانا التنسيق نسق معاهم، وغالبا نحن نكون حاضرين بشكل بعيد يعني ونراقب بشكل بعيد ونحاول قدر المستطاع نحن نحث اليهم ان يتواصلوا مع اللجنة والإغاثة كشريك أساسي ووحيد يعني لمثل الدولة من أجل نحن نطلعهم ما تحتاجه المناطق اللي أشد احتياجا. توصل إلينا نداءات استغاثة من المناطق اللي مسيطر على الحوثيين اللي في منطقة حجة وريمة وكثير من المناطق، ونحاول نحن نبلغ المنظمات الدولية أنها تتدخل بحكم أنها متواجدة وعندها قبعة الأمم المتحدة تستطيع إيصال هذه المساعدات. لكن عدم وجود التقارير المستمرة إلينا نشعر ان في كثير من الاغاثات موجوده، وفوجئنا نحن في نهايه 2016 ان نفذ برنامج الملك سلمان والاغاثه اللي هو مليون اللي قرر في سنه 2016 مليار و600 مليون دولار 30% فقط من هذا المبلغ اللي هي استهدف حوالي 4 مليون شخص.
هذا الدليل واضح انهم لم ينسقوا مع اللجنه العليا للاغاثه او لجان المحافظات ليأخذوا احتياجات الموجوده لكي ينفذوا البرنامج بشكل كبير. 2017 كذلك في المناطق الشرقيه، 2016 لم يصل لها اي اغاثه سواء كان في حضرموت او في سقطرى او في المهره. كذلك عندما نتكلم نحن عن ايصال الاغاثات في المناطق الوسطى اللي هي تعز واب، هي توصل الاغاثات عن طريق صنعاء. لو نظرنا نحن ايصال الاغاثات عن طريق صنعاء اقرب اليها من عدن من صنعاء، وكذلك ان عندما يصروا على الاتجاه في مناطق معينه التي سيطر عليها الاغاثات من قبل الحوثي تتكرر هذه المأساه اكثر من مره وتسيطر عليها في هذه المنطقه. هذه الاشياء كلها هذه يجب ان تكون وجود الامم المتحده وجود مكاتبها داخل عدن، هي كثير من هذه الاشكاليات. طيب هذا يدفع للتساؤل، وكذلك عند اشراك نعم هذا يدفع للتساؤل استاذ جمال، يعني بالنسبه لجانب الشفافيه في اداء هذه المنظمات سواء العامله يعني تحت كمنظمات محليه تعمل مع الامم المتحده او حتى منظمات الامم المتحده نفسها، يعني هل من المعلن عن اسماء المنظمات التي تعمل في اليمن كشريك للامم المتحده؟ أنتم تشرفون بشكل عام على أداء هذه المنظمات، كيف تتم العملية تحديدا؟ هي طبعا نحن نتعامل مع ألو نعم أسمعك. طبعا نحن نتعامل مع الأمر بطريقة كلجنة فنية، نحن نحاول قدر المستطاع أن نحن نتعامل معهم فقط لتوجيه الإغاثات الموجودة. المنظمات التي تتعامل معها هي تختارها حسب معاييرها. كذلك توجد منظمات أوروبية موجودة هي مفرخة من الأمم المتحدة تتعامل مع منظمات أخرى. هي نحن دائما نطالب نحن باستمرار أن يجب أن يكون الاحتياج تأخذه المنظمات سواء كان المحلية أو الإقليمية عن طريق اللجنة العليا للإغاثة، وتكون وحدة معلومات واحدة، يكون في تنظيم العمل الإغاثي بحيث أن نحن نستطيع أن نحدد الأماكن التي لم تصل إليها حتى إيصال الإغاثات. عندما نوجد نحن في كثير من الأماكن عندما نشعر نحن في عملية الإغاثة، نحن مثلا في مرض الكوليرا، فنحن ننزل نحن في أول ما اجتاحت جائحة الكوليرا داخل المناطق المحررة، شكل رئيس الوزراء لجنة طوارئ موجودة برئاسة وزير الصحة وقطع زيارته وأتى إلى عدن لتخفيف هذا المرض. وبرغم هذا التقدم الكبير بكوادر حقيقية وصلت إلى أن خففت كثير وكثير من الحالات عولجت، وكذلك جميع الأدوية وفرت، وملك سلمان عن طريق المكرمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 66 مليار 700 ألف دولار سلمت لمنظمة الصحة العالمية. نحن دائما نتساءل أنتم الآن استلمتوا هذه المبالغ، نحن الأدوية متوفرة بشكل كبير، حوالي 8 مليون دولار وقعت قبل هذه المكرمة بأسبوع و55 طن، كذلك من الهلال الأحمر الإماراتي، التدخل هذا كله موجود، لكن نحن لحد الآن نحن كحكومة وكلجنة عليا للإغاثة نتساءل لماذا لا تأتي هذه الإغاثة أو هذه المبالغ بالتنسيق مع الحكومة ومع اللجنة العليا للإغاثة دون التدخل. كذلك نحن نوصل أن المرض اللي يأتي لجائحة المريضة وزارة الصحة تعتبر السلسلة الأخيرة في عملية العلاج، لكن قبلها هي وجود المخلفات، وجود الأوبئة، وجود عدم رفع المخلفات، هذه هي كذلك هي يجب أن تسخر هذه المبالغ لإصلاح شبكة المياه وإصلاح كلورة المياه. هذا كثير من الأشياء بيخفف من أمراض سابقة أو قادمة. نعم. كذلك عند الحوثيين كذلك يجب أن تصدر بيانات كثيرة، لأن احنا نحمل الإنقلابيين الأمراض الشديدة بحكم لم توصل الأمراض إليهم، لم توصل إلى أدوية للمستحقين يتبعوها الأدوية عفوا. نعم. ولهذا نحن كذلك كثير تساؤلات وكثير، ولهذا وجود زياراتهم المتكررة هذه نوضع إليهم كل الأشياء هذه لكي نتداركها. نعم أستاذ جمال. ونلح إليهم أن يجب أن تكون خمسة مراكز إغاثية، وتبدأ المناطق الوسطى مثل تعز وإب إغاثتها من عدن، وتأتي وتمر الإغاثات إلى ميناء عدن، معنا ثلاثة عمواني برية وبحرية يجب أن تمر إليها. طيب. في المناطق المحررة سنعود إلى هذه النقطة أستاذ جمال، سنعود إلى هذه النقطة، لكن دعنا قبل ذلك يعني فيما يخص تقييم أداء الملف الإغاثة في اليمن دعنا نشرك معنا في الحوار الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية الأستاذ همدان العلي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ همدان.
يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم وضيفكم الكريم. حياكم الله، اهلا بك استاذ همدان. اذا بدايه، كيف تقيم اداء ملف الاغاثه في اليمن، سواء عمل الحكومه عبر اللجنه العليا للاغاثه او المنظمات الامميه او حتى المنظمات الاقليميه والمحليه، هل يدار هذا الملف الانساني بكفاءه؟ في الحقيقة يعني للأمانة هناك جهود تبذل من قبل اللجنة الحكومية أو من المنظمات الدولية، ولكن أنا الذي يعني أعتقده بأن الجميع يجب أن يتعاملوا بشفافية أكثر مع المجتمع اليمني، ليظهروا بالضبط، خاصة المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ليظهروا بالضبط ما هي الأنشطة التي يعملون يعني أو يقومون بها، وأيضا يعني التوضيح أو الإشارة أكثر إلى ممارساتهم المالية وأسماء المنظمات الشريكة، وهناك تفاصيل أخرى يجب كشفها للمجتمع اليمني ليكونوا، لأن هذه في النهاية أموال عامة، مال عام بخصوص للشعب اليمني. ربما اطلعت أنت وضيفك الكريم والمستمعين على الأخبار أو الخبر الذي نشره ونشرته الوكالة الأمريكية حول تحقيق حول الأموال التي تصرفها مثلا منظمة، على سبيل المثال يعني منظمة الصحة العالمية، وهي مصاريف تشغيلية تفوق ما تطلبه لمواجهة بعض الأمراض مثل الإيدز والسل والملاريا. التقرير تحدث عن 200 مليون دولار صرفت فقط للسفر. هذه الأموال أو مثل هذه الأخبار تجعلنا نتساءل ما هو مصير الأموال التي تقدم من تهبات وتبرعات من الدول والوكالات الدولية على رأسها مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من الدول. ما مصير هذه الأموال، وكيف يعني كيف تبذل مثل هذه الأموال والأرقام الكبيرة التي نسمع عنها بين الفترة والأخرى، ولكننا عندما نتقصى في الأرض نعلم أن مريض الكوليرا في صنعاء يشتري الدواء بماله. يعني يحدثني بعض الزملاء الأطباء في أكبر مستشفى في اليمن وهي هيئة مستشفى الثورة العام، بأنه يعني يجد كثير من المرضى أو أسر المرضى المصابين بالكوليرا يعني يضطرون لبيع كثير من الأمور الثمينة الخاصة بهم لشراء الأدوية، أو يعتمدون بدرجة أساسية على ما تقدمه المبادرات الشبابية. فهذا الأمر يجعلنا نتساءل أين هذه الأموال التي تقدم من قبل الدول ومن قبل مركز الملك سلمان. نحن نتحدث عن أرقام مهولة تسلم لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. أنا هنا لا أتهم أحد بالفساد أو السرقة، ولكن من حقي كمواطن يمني أن أتساءل وأن أطالب بشفافية تامة، أين تذهب هذه الأموال وكيف تصرف ولمن توزع وما هي المنظمات الشريكة. طيب، وفقا لذلك كيف يمكن تحقيق رقابة، إن صح التعبير، رقابة مجتمعية لتعزيز شفافية هذه المنظمات، ولأن يعرف كل يمني أين تصرف الأموال التي تأتي باسمه في يعني التعهدات في منظمات المانحين؟ أنا أعتقد أننا بحاجة إلى هيئة أو تكتل مجتمعي يقوم بهذه المهمة، وعلى أساس أن يتلقى الدعم وليس المالي، الدعم من حيث التسهيلات وقبول الفكرة. أنا أعتقد أنه لا مشكلة بالنسبة للجنة الإغاثة الحكومية، لأنها لا تتسلم أموال وإنما هي وسيط، ولكن الفكرة يجب أن تقبل من قبل المنظمات الدولية. عندما نتحدث ونطالب بشفافية الأعمال الإغاثية في اليمن فهي تتجاهل مثل هذه المطالب وتنكر يعني أي تقصير أو أي يعني تبذير، إن صح التعبير، يعني لا نريد أن نقول فساد وإنما تبذير، وهو في النهاية مال عام. مثلما أنا كمواطن أطالب الحكومة بالكف عن ممارسات فساد أو التبذير،
أنا أطالب المنظمات الدولية أن تحافظ على أموالي كمواطن يمني، وأن يعني أن ترشد الإنفاق، وأن تطلعني كمواطن ما هي الأنشطة التي نفذتها وبكم وأين ذهب كل دولار يمني. ما يضر المنظمات الدولية إذا نشرت في صفحاتها الإلكتروني أو مواقعها الإلكترونية يعني أنشطتها المالية وأسماء المنظمات الشريكة يعني ومواقع المناطق الجغرافية التي وزعت فيها المساعدات الإغاثية أو الأدوية، يعني أيضا بدرجة أساسية حجم التكاليف التشغيلية، وتوضح لنا كل بند فيها. أنا من حقي أنا أعرف هذا مالي وليس مال للمنظمات الدولية. يجب أن أعرف كم صرفت في المصاريف التشغيلية في السفر، مرتبات الموظفين. وبالتالي نحن بحاجة كيمنيين لهيئة متخصصة معنية بمتابعة هذا الأمر تحديدا، ويعني ونقله للمجتمع اليمني لكي نطمئن ولكي نعرف بأن أموالنا لا تذهب يعني إلى مسارات أو مناطق أو يعني أمور يعني غير مجدية في مثل هذا الظرف الصعب الذي يمر به أبناء الشعب اليمني. طيب، يعني كان حديث الأستاذ جمال بالفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة قبل قليل حول أن اللجنة تطالب دوما أن يكون لها الإشراف الكامل على عملية إيصال المساعدات، وأن تشترك في توصيل هذه المساعدات ربما بشكل أو بآخر. من وجهة نظر صحفية، هل ترى أن ذلك أسهل بالنسبة للمتضررين في المناطق اليمنية، أم أن العمل عبر منظمات متخصصة هو أمر أفضل بالنسبة لهؤلاء المتضررين؟ كثير من اليمنيين وغير اليمنيين يتعاملوا مع المنظمات الدولية كطرف محايد، ولهذا كثير يؤيدون فكرة أن هذه المنظمات تقوم بهذه المهمة. لكن أنا أعتقد أن هناك أمرين يجب أن يتم في هذا الإطار. الأمر الأول، الدول المانحة التي تقدم هذه الأموال، مركز الملك سلمان، الهلال الأحمر الإماراتي، الدول مثل اليابان، أمريكا، بريطانيا التي تقدم هذه الأموال بين الفترة الأخرى، يجب أن تفرض شروطها على المنظمات الدولية. يجب أن تضع محددات أساسية ليتم تقييد هذه المنظمات وصرف، يعني يجب أن تشترط على هذه المنظمات مقدار مثلا المصاريف التشغيلية، وهي المبالغ وهو البند الذي يتم صرف أو تبذير أموال كبيرة فيها، كما جاءت تقارير، كما تم تأكيد ذلك في تقارير دولية بالوثائق. يعني نحن نتحدث عن الوكالة الأمريكية وليس أي مؤسسة إعلامية عربية ولا حتى يمنية. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب تعزيز، أنا أؤيد كلام المسؤول في يعني في اللجنة، يجب أن يعني أنا أعتقد أن المنظمات الدولية يجب أن تعطي اللجنة دور أكبر في تحديد المناطق، في الرقابة على عملية التوزيع. أنا أؤمن تماما بأن لجنة الإغاثة تتعامل مع أهالي صعدة كما تتعامل مع أبناء يعني عدن، وبالتالي يجب أن تشرك في كل أنشطة المنظمات الدولية ويعطى لها دور أكبر فقط، يعني وليس يعني الدور التنسيقي بين المنظمات الدولية أو توجيهها وتوجيهها للإغاثة بشكل محدود. نعم. إذا أشكرك أستاذ همدان العلي، الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إلى الأستاذ جمال بالفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. أستاذ جمال، إذا هناك تقارير أممية دائما ما تدق أجراس الخطر من حصول مجاعة إنسانية تصيب أكثر من 80% من أبناء الشعب اليمني. كان هناك خطة للاستجابة الإنسانية ومؤتمر لدعم هذه الخطة وتعهدات للمانحين. هل وصلت هذه التعهدات أو هل تم الإيفاء بهذه التعهدات بحسب علمك لي يعني منع حصول مجاعة إنسانية بشكل أكبر في اليمن؟ طبعا جميع النداءات التي تطلقها الحكومة عن طريق المساعدة اليمن فجميع المبالغ التي هي من أجل اليمن، ولكن للأسف الشديد عندما تعطى هذه الأموال للأمم المتحدة نبحث نحن نجري خلفهم لكي نطلع حتى فقط فين توصل هذه الإغاثات. أما عملية التعهدات اللي هم بيطالبوا فيها، إنه آخر لقاء كان بينهم
انه وصلت حدود 30% الى 40% من المتعهدين اللي وصلت اليهم هذه التعهدات، لكن انهم طالبين لحدود اللي وصلت يعني حسب التعهدات مليار و100 مليون دولار، وهم طالبين 2 مليار و100 مليون دولار، يعني ناقصه مليار دولار ناقصه عن ما طلبته الامم المتحده اللي هي لكي تجابه هذه احتياجات اليمن بشكل عام. لكن نحن عندما نسأل في نفس الوقت، إذا كان أنت في السنة 2016 مليار و600 مليون دولار لم تنفذ فيها إلا سوى 30%، فالمبالغ الباقية المتبقية اللي من مبلغ هذا أين ذهب؟ هل عاد للمانحين أو أضيف للمبالغ للسنة 2017؟ الآن نحن الآن في 2018 لاستراتيجية استجابة 2018، على لابد تكون في وحدة معلومات موجودة، ولابد تأخذ الاحتياج عن طريق اللجنة الإغاثة والجهات المحافظات عن أرض الواقع، لكي نحن نعرف أين الآن لمن تأتي الإغاثات ولفين تروح هذه الإغاثات. يعني هناك نقطة أخرى أستاذ جمال أيضا في هذا الموضوع تحديدا، حول مصير الإغاثات التي يعني تطرقت لها أنت قبل قليل، حول موضوع الإغاثات التي تصل عبر ميناء الحديدة وربما عبر مكاتب المنظمات في صنعاء، وسيطرت الميليشيا على هذا الميناء، ويعني وجود نوع من إشرافها أو تحكمها بشكل أو بآخر بالأماكن التي تصل إليها هذه المساعدات. بالأمس مثلا صرح معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقي فتح على أن الحوثيين يمنعون سفينتين محملتين بأدوية خاصة بوباء الكوليرا من الدخول. هذه الأسماء إلى متى يمكن أن تستمر؟ السطرح أستاذ جمال هل تسمعني؟ أسمعك هي تفضل. نعم، كنت أسألك حول أن الكثيرين يعتبرون أو كنا نتحدث حول نقطة أن ملف وصول المساعدات الإغاثية عبر ميناء الحديدة عليه الكثير من علامات الاستفهام، باعتبار أن الميليشيا تسيطر على هذا الميناء، وكذلك هناك وجود مكاتب للمنظمات التولية في أماكن تسيطر عليها الميليشيا. يعني بالأمس صرح معالي وزير الإدارة المحلية والرئيس اللجنة العليا للإغاثة حول أن الحوثيين يمنعون سفينتين محملتين بأدوية خاصة بوباء الكوليرا من الدخول، هذا الأمر كيف يمكن أن يعالج؟ طبعاً علاج هذا الأمر أول يتطلب أول إن صداء يعني نقل الإغاثات تمر عن طريق ميناء عدن، لأن الميناء عدن وعدة مواني موجودة في المناطق المحررة باستطاعتها أن تمر إليها، ونحن كلجنة عليا للإغاثة وكحكومة مستعدين إيصال الإغاثات إلى كل المناطق الموجودة سواء كان المهرة أو إلى صعدة، وقد وصلنا إليها هذه المساعدات أول مساعدات وصلت التحيتة عن طريق الهيئة الكويتية، وصلت عن طريق منظمات المجتمع المدني. نحن في اللجنة عليا للإغاثة هي الأذرع لنا هي منظمات المجتمع المدني، فلكن نحن عندما نتكلم على المنظمات الدولية توجد عندنا منظمات مؤهلة أن تكون توصل إليها الإغاثات في الأماكن التي لا يستطيعون الإيصال إليها، فهم دائما بيتحدثون عن إيصال الإغاثات عندما يعني عندما حنتكلم على بعض المناطق، في كثير من المناطق اللي هي تحتاج توصل إليها الإغاثة لا تستطيع الأمم المتحدة توصل إليها، أو بعض الإغاثات المنظمات المنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات المحلية تستطيع أن توصل إلى أبعد مسافة في أعلى جبل أو في أعمق منطقة في اليمن، فلهذا يجب أن تتعامل مع اللجنة العليا للإغاثة والمنظمات المجتمع المدني المحليين الموجودين دون أن الاختيار بالطريقة اللي هم عايزينها لتمشي على طرقهم. لا، كثير من المنظمات احنا عندنا في اليمن الملك سلمان سلم كثير من الإغاثات لمنظمات محلية، فهي قادرة أن توصل للإغاثات وبالمعايير الدولية. نعم، طيب الآن عندما ننظر إلى زيارات والحديث عن زيارات لوفود أممية بداخل اليمن، هذا الأمر هل سيسهم بتعزيز واطلاع هؤلاء المسؤولين الأمميين على فداحة الوضع الإنساني في اليمن عموما، وهل سيسهم ذلك في
تفعيل أو زيادة نسبة وصول هذه المساعدات إلى اليمنيين كما ترون أنتم أم لا؟ طبعا احنا وضعنا لهم هذه النقاط، ان زيادة المساعدات ان تكون بشكل مكثف، ايصال المساعدات عن طريق الميناء عدن والمناطق المحررة، نقل مكاتبهم الينا، كذلك سلمناهم عن عدة نقاط كثيرة لتسهيل العمل الإغاثي وايصاله وتكثيف العمل تكثيف الإغاثة لداخل المناطق بحيث انها توصل لكل الناس بطرق نعم. بطرق شفافة. كذلك نريد الأثر اللي يكون موجود للمواطن، نحن لا نريد مجرد نحن نتكلم على إغاثة ولا نوجد أثر، نحن كثير من المناطق لا تصل إليها إغاثة ولو مرة واحدة، وفي المقابل نوجد في عدة مناطق تصل إليهم إغاثات مستمرة بأماكن كثيرة، لهذا لعدم التنظيم وعدم التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ورجال المحافظات الموجودة. طيب دعنا أستاذ جمال نشك معنا في الحوار دكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة بتعز، مساء الخير دكتور. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. بداية دعنا نبدأ بأنكم اليوم استقبلتم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كيف كانت هذه الزيارة له لمدينة تعز؟ الحقيقة أنه السيد بيتر مولر هو أعلى مسؤول في البعثة الدولية للصليب الأحمر الدولي يزور مدينة تعز، وهذا مؤشر جيد من هذه المنظمة التي صرح اليوم في آخر زيارته في المؤتمر الصحفي بأنها اتخذت قرار خلال الأسبوعين الماضيين بمضاعفة مساعدتها لليمن بمقدار الضعف، وأن اليمن تعتبر الآن ثاني أكبر دولة في العالم تقوم المنظمة بعمل بتنفيذ مشاريع الإغاثة و الاستجابة الإنسانية كما صرح اليوم في المؤتمر الصحفي. وكانت زيارته للأماكن التي اختارها فريق الإعداد الزيارة، وزار العديد من الشوارع والأحياء السكنية ومؤسسات الكهرباء، زار أيضا في أكثر الأحياء تدميرا في مدينة تعز وهي منطقة القحملية وجزء من المقلية، أيضا زار مستشفى الثورة، طلع على الدمار الذي لحق بهذه المستشفى بالراء الاستهداف المباشر بقذائف الدبابات وتدمير قسمي الجراحة والباطنية وغرفة العمليات والعناية المركزة، أيضا اطلع على حجم احتياجات مركز الأطراف في مستشفى الثورة، واستمع أيضا من قبل الموظفين في مكتب الصحة ومن قبلنا وكذلك الأخ وكيل المحافظة على الاحتياجات الملحة لمدينة تعز، وأيضا قدمنا له الشكر لما قدمته المنظمة في الشهور الماضية من مساعدة في مدينة تعز في هذه النقطة المحافظة بشكل عام. طيب في هذه النقطة عندما نتحدث عن المساعدات لمدينة تعز، هل كان هناك نوع من الشفافية في نقطة كيف تصل هذه المساعدات ولمن تصل من قبلهم وكيف تصل؟ نعم، نحن في الحقيقة لمسنا هذه المساعدات من المنظمة في الشهور الماضية، كان لها يد في توزيع أقراص الخبز والروتي لفئة كبيرة تقدر ب 13,000 أسرة، وأيضا تجدد هذا العقد الآن في هذا الشهر وشمل عدد كبير جدا، بالإضافة إلى 12,000 سلة غذائية من الغذاء الجاف، منهم 3,000 لقطاع الصحة في استهداف الحوامل والمرضعات أقل من 6 أشهر. حقيقة هناك لمسنا نوع من المساعدة الملموسة. أيضا في طريقة، بالنسبة لسؤالك حول طريقة إيصالها وتقديمها، هناك توجه وبدأ تنفيذه من هذا الشهر لتعيين منسق لمكتب المنظمة في محافظة تعز، وفعلا هذا المنسق الآن موجود وسيكون من السهل التخاطب معه وتقديم الخطط نعم. والرؤى وتبادل هذه الرؤى والمعلومات حول كيفية إيصال هذه المساعدة. والتزم رئيس المنظمة بدعم مركز الأطراف في مدينة تعز وكذلك بدعم مستشفى الثورة وغيرها من المراكز الصحية. سيتم بحث هذا كله مع المنسق المقيم ومدير فرع مكتب المنظمة في تعز الذي سيقيم في مدينة تعز لمدة سنة ونصف من الآن.
أشكرك إذن مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور عبد الرحيم السامعي. بسؤال أخير للمنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقي، وأرجو الإجابة منك في أقل من نصف دقيقة. أستاذ جمال، إذن هل يمكن يعني توقع شفافية أكبر بالنسبة للمنظمات الأممية في كيف تصل المساعدات وأين تذهب أموال هذه المساعدات، وأنتم مسؤولون في اللجنة الأهم في بهذا الملف في اليمن؟ طبعا هو في لقائنا الأخير مع العطشة أنهم عرضوا إلينا أن توجد استمارات الآن بتوزع للمنظمات العاملة باليمن أن ترفع إلينا بعد في حق احتياجات أو برامجهم وخطة عملهم في خلال الثلاثة أشهر القادمة، وما نفذت في الثلاثة أشهر الماضية عن إغاثات والجهات المستهدفة. وأعتقد أن هذه بداية العمل ما بينه وبين المنظمات الدولية، إن إحنا نعرف على الأقل برامجهم وخططهم موجودة، وبحيث أن إذا توجد عندنا أي ملاحظات فيها ممكن نطرحها لهم. طيب ماذا عن اللجنة العليا للإغاثة؟ هل ستنشر تقارير بشكل مستمر حول هذه الأموال وأين تصرف؟ طبعا إذا وصلت إلينا هذه التقارير بالطبع نحن بمواقع اللجنة العليا للإغاثة سوف ننشر كل شيء، وهذا نحن دائما نطلب من المنظمات الموجودة أن ترفع لنا التقارير على الأقل نصفهم بأن هذه الإغاثات وصلت وأن هذه الأموال صرفت، يعني على الأقل نحن نشهد لهم بدل ما نشهد عليهم. أشكرك إذن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقيه، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.